استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين. وقد رحب جلالة الملك المفدى بمعالي وزير الخارجية السعودي مشيدا بمشاركته في منتدى حوار المنامة، معربا صاحب الجلالة عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والوثيقة القائمة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، وبما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من تقدم وتطور في شتى المجالات. كما ثمن العاهل المفدى بكل التقدير وبالغ الاعتزاز الدور التاريخي والقيادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في ترسيخ المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على تطويرها وتعزيزها لكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس الشقيقة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهودها المباركة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم الأمن والسلم الدوليين. كما جرى بحث مجمل الأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. وقد أعرب معالي وزير الخارجية السعودي السيد عادل بن أحمد الجبير عن شكره وامتنانه لجلالة العاهل المفدى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى استضافة مملكة البحرين لمنتدى حوار المنامة، مشيدا بجهود جلالة الملك المفدى ودور جلالته الرائد في تعزيز العلاقات الأخوية والروابط والصلات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، مثمنا عاليا مواقف مملكة البحرين المشرفة في خدمة قضايا مجلس التعاون وقضايا الأمة العربية ومساهماتها الإيجابية والمثمرة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.